النهارده مجلس النواب وافق في جلسته العامه على تشكيل لجنه تقصي حقائق حول ازمه نقص الدواء في السوق المصري. الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب قال ان المواطنين هيلمسوا تحسن وانفراجه في قضيه الدواء خلال يوم او يومين، وده كلام مطمئن، والله نتمنى انه يعني يتحقق هذا الوعد. من ناحيه تانية دكتور علي عبد العال ايضا اجتمع بالاشتراك مع هيئه مكتب لجنه الصحه وبحضور لجنه الصناعه بمجلس النواب، اجتمع مع غرفه صناعه الادويه لبحث الازمه والمشاكل اللي بتواجه الصناعه، وتم الاتفاق مع غرفه صناعه الادويه على ان يكون هناك حل لاشكاليه الدواء زي ما كنت بقول لكم وزي ما قال الدكتور علي خلال يوم او يومين. معانا الدكتور نائب العماري محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب. مساء الخير يا سيادة النائب واهلا بحضرتك. مساء النور يا استاذ. اهلا بك يا فندم. وايه اهم ما تم التوصل اليه النهارده بخصوص أزمة الدواء داخل البرلمان؟ والله هي أزمة الدواء كانت في مباحثات مع غرفة صناعة الدواء ومع الشركة القابضة لصناعة الأدوية ومع غرفة التجارية للدواء. قعدنا في وجود السيد رئيس مجلس الدكتور علي عبد العال واتكلمنا في آليات حل الأزمة، ووعدوا أنه لن يكون هناك أي نوع من التقصير، بل في ناس وعدوا بمضاعفة الإنتاج في هذه الفترة. أيضا كنا في لجنة الصحة خدنا قرار أو توصية لأنه بتشكيل لجنة تقصي حقائق عشان الكشف عن أسباب نقص الأدوية، بالذات مسألة المخازن وشركات التوزيع. اللجنة طبعا دي بتنزل توصية بتعدي على السيد رئيس المجلس اللي هو بيدرسها، وأدى القرار النهاردة بتشكيل اللجنة من 7 من أعضاء اللجنة. اللجنة دي طبعا هدفها هيكون الوقوف فعلا على آليات هل هناك ممارسات احتكارية أو تعطيش للسوق أو أي قبيل من تلك الممارسات بشأن المخازن وشركات الأدوية. اللجنة هتجتمع عشان تضع آليات محددة عشان نشتغل بهذه الآليات في الفترة القادمة، ونبقى زي ما بيقولوا على نور ايه اللي هنعمله وايه المستهدف وايه الاماكن اللي هنروحها بالظبط. اللجنه طبعا بيبقى بتستعين بمن تستعين من الخبراء بالاضافه الى الساده النواب، لكن اليات العمل لسه لم نتفق عليها. هيبقى في اجتماع للجنه خلال يوم او يومين، نقعد مع بعض ونشوف الاليات اللي هنشتغل وفقا لها، وان شاء الله نتعشم اننا نخلص في اقرب وقت ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم. طيب يعني انا عايز اعرف دلوقتي في راي اللجنه من خلال المناقشات اللي تناقشتوا فيها مع الشركات المعنيه مع غرفه صناعه الدواء مع وزاره الصحه، هل قدرتوا انكم تتوصلوا لتصور مبدئي مين المسؤول عن نقص الدواء في السوق المصري؟ نقص الدواء اللي بيحتاجه المواطن وبيشكو من عدم وجوده؟ حضرتك هو فيه شقين في الأزمة. البداية بتبقى مع إيه؟ التعويم للجنيه المصري، الأسعار يعني. التعويم الجنيه المصري ده عاقبته إيه؟ موجة من حاجتين. الموجة الأولانية اللي هي الهستيريا والفوبيا من نقص الدواء، فبقي فيه تخزين غير مبرر لمن يحتاج ومن لا يحتاج. واللي بيحتاج اكتر بيخزن. بس التعويم اذا كانت اتخذت بعدي اجراءات ما كانتش هتحصل الازمه، يعني لازم كان في يصاحبه اجراءات حتى لا تحدث ازمه، حتى تستطيع الشركات ان هي تجيب الدواء. ما هو الشركه كمان يعني طبعا ما حدش فينا يتمنى ان الادويه تزيد، لكن هو كمان مش قادر ان هو يتحمل الفارق الكبير في سعر الدواء. فاذا في اجراءات اتخذت جاي لحضرتك في الكلام، كنا ممكن نمنع ان ده يحصل. الاجراءات اللي اتخذت او اللي هتتخذ دي لازم تكون اتخذت بالفعل. نعم لازم تكون اتخذت في وقتها. حضرتك منها القرار اللي اتخذه السيد رئيس الوزراء يعني بتدبير مبلغ 186 مليون دولار ل 146 صنف ليس لهم بدائل
ودول بيعتبروا منقذين للحياة. دي حاجة من الحاجات اللي اتعملت. احنا دايما نقول في اخطاء، لكن لازم نقول انه في حاجات اتعملت. الحاجات الثانية اللي اتعملت انه شركات قطاع الاعمال في سبيلها شركة النصر انها تعمل خط لانتاج المحاليل خلال ايام. الخط ده هيطلع 1,200,000 عبوة خلال كل شهر، يعني في السنة بما يقارب من لما نقول يعني حوالي 12,700,000 عبوة شهريا كل سنة. بس انا اسفة ده مش سؤالي يا فندم. انا سؤالي لحضرتك، بما ان انتم لجنة تقصي الحقائق الخاصة بأزمة نقص الدواء، انتم شايفين انه المسؤول عن هذه الأزمة والمسؤول عن النقص هو شركات الأدوية، ولا هي وزارة الصحة، ولا هو مين يا فندم؟ لا حضرتك، انا بشرح لك في نقص الادويه. حضرتك بقول لك في شقين، في شق ده وفي شق الممارسات الاحتكاريه والتخزين. وده احد اهداف اللجنه، اننا نداهم المخازن وشركات التوزيع عشان نقف على الحقيقه. انا ما فهمتش الشقين الحقيقه. الشق منهم الاحتكار، الشق الثاني ايه؟ الغير مبرر، ده مش ممارسات احتكاريه. المواطن يعني؟ نعم، المواطن يعني، ولا الشركات والصيدليات؟ المواطن بقول لك تخزين غير مبرر بيبقى، يعني المواطن يروح يشتري بزياده، عنده مثلا يسمع انه الانسولين هيقل، يروح ايه راكم في البيت شويه، واحده اثنين ثلاثه في الثلاجه، يقول ربما تحصل ازمه. فبالتالي هنا الاستهلاك او معدل الاستهلاك تضاعف او بقي 4 أضعاف بسبب ده المعدل العادي للاستهلاك. بسبب ايه يا فندم؟ بنفس المنطق. بسبب ايه؟ المواطن بيخزن بسبب ايه يا فندم؟ بيخزن، ما بقول لحضرتك ليه بيخزن؟ لا خوف. ايه اللي مخوفه اذا كان الدواء متوفر؟ ما هو خايف، ما هو في، ما هو هنقول ليه؟ اذا كانت فوبيا، هو هيخاف فوبيا. ليه لو الدواء عنده فوبيا وخايف الدواء ينقص من فراغ، ولا لان الدواء بينقص بالفعل؟ لا هو حضرتك قبل ما ينقص بالفعل، ما انا قلت لحضرتك في شق حقيقي في بعض الاصناف، لكن مش عايزين نعمم الكلام. الشق الثاني حضرتك اللي هو مش من المواطنين، التخزين الاحتكاري. انا بعطش السوق لاصناف معينه بخزنها في مخازن سواء معلومه او مجهوله، وبالتالي عشان يحصل نوع من التعطيش للسوق، وبالتالي الاسعار تزيد او يبقى في زياده على الطلب على الصنف ده. دي حاجه، دي ممارسات احتكارية. احنا سبب، احد اسباب او اهم اسباب اللجنة اللي طالبنا بيها، اننا نشوف المخازن وشركات التوزيع ونشوفها ايه اليات العمل فيها. هل فعلا في تخزين مبرر ولا غير مبرر؟ هل هي وفق المعدلات العادية؟ هل السحب اللي كان وفق الجدول الزمني للسنوات الماضية او الشهور الماضية، ولا في اختلاف؟ كله ده هيدينا فكرة عن ايه اللي بيحصل، أو إيه الممارسات اللي تكون صحيحة وإيه الممارسات اللي تكون خاطئة. طيب البعض بيقول يا فندم إن المفترض إن وزارة الصحة قبل ما يحصل التعويم كانت تكون عاملة حسابها من الاحتياطي الكافي من الأدوية الاستراتيجية المهمة للحقيقة المواطن، واللي ملهاش بديل، واللي نقصد بالفعل بعد هذا القرار. قولي ردك إيه على هذا الكلام يا فندم؟ لا، ردي حضرتك في الحته دي اني بمجرد ما حصل اي نوع من الدروب في الكلام ده، او حصل نوع من النقص، بادرت الوزاره بالتنسيق مع مجلس الوزراء، وفرت المبلغ وكلفت الشركه المصريه لاستيراد الادويه دي من مناقصات عالميه. يعني ده لم يحدث في تقصير في الشق ده تحديدا. لكن 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 الموظفين الكبار المفروض انه يبقى فيه، لازم في جلسه مفاوضات تضم كل الاطراف اللي دخلت في صناعه الدواء. تمام. يعني غرفه صناعه الدواء، وزاره الماليه، وزاره الصحه، وزاره الصناعه، وزاره الاستثمار، وزاره قطاع الاعمال، لازم كلهم يقعدوا على طاوله مفاوضات مع منتجي الادويه ويجدوا حل جذري للمشكله. من غير كده المشكله
ستظل قائمة. لكن الحقيقة يعني اللي أنا برضو مش فاهماه قوي في كلام حضرتك إنه إحنا بنضع اللوم الأكبر، يعني حضرتك بتقولي في نقص، لكن إنه في جزء كمان له علاقة بالاحتكار وبالتخزين وبالمواطن وبالسلوك وكل هذا الكلام. هل الموظف الكبير متمثلا المرة دي في وزارة الصحة يعني أو وزير الصحة مش مطلوب إن هو يتعامل مع هذه أو هذه الأزمة المتوقعة لما هيحصل تعاون متوقع إنه في حاجات هيحصل فيها أزمة؟ هل المفروض ان احنا نمنع حدوث الأزمة ولا ان احنا نبقى سعداء انه بعد ما الأزمة حصلت رئيس الوزراء تدخل؟ هو احنا ليه نعمل أزمة وبعد كده ننتظر رئيس الوزراء يتدخل؟ ليه ما نحاولش ان احنا نمنع حدوث هذه الأزمة من الأول يا فندم؟ حضرتك انت محقة فيما تقولين في الناحية النظرية بانه الأزمة المعالجة بالأزمة أو المعالجة بالكارثة، لا، المفروض إحنا نتوقع الكارثة ونتعامل معها أو الأزمة قبل ما تحصل. صح، بالفعل في إجراءات اتخذت في هذا الشأن، لكن زي ما بقول لحضرتك الآليات بتاعة العرض والطلب اختلفت. في نفس الكلام مع شركات التصدير والاستيراد اللي هي بتجيب الأدوية المستوردة، نفس الشيء حصل نوع من الإحجام عن صرف الحصص للصيدليات برضه بسبب الأزمة، كله خايف للأزمة، الأزمة قد تأتي بكرة، قد تأتي بعد بكرة، بعد أسبوع، بعد شهر، كله ابتدى يتحسب للأزمة، فأصبح عندنا نوع من الخلل. تمام، أشكرك شكرا جزيلا سيادة النائب. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم.